أول تجربة إلنا في التصوير، لكن كانت تجربة يعني مع إنها كانت صعبة شوي، لكن تغلبنا عليها. وكان معنا المدرب معنا يقولنا كيف نعمل وكيف نسوي، فكان سهل لنا الوضع وكان حلو يعني، وانبسطنا فيه كتير. أنا في عالم التصوير كنا رايحين نصور في مركز لحقوق الإنسان. رحنا على المركز فما لقيناش المسؤول هناك، فما بدناش نضيع مشوار مع الفاضي. حكينا مع السكرتيرة وعملنا معها مقابلة وجاوبت مع كل الأسئلة اللي بدنا إياها. أنا ما كتبت القصة. صحيح. طب إيش كان شعورك يعني وأنت بتكتب القصة؟ ارتحت نفسيا لأنه كان في جواتي أشياء بدي أطلعها، وبالفعل طلعتها من خلال كتابة القصة. لما كنا احنا رحنا على دور عائلة من الحرب وقصص عن جد بتأثر، فكان عن جد كنت عن جد حزنة عليهم وشوي بدي أعيط صراحة. في شيء كثير حزنة. في كمان قصص بتفرحك يعني. كيف كانت فرصة الدراما؟ اوه احلى حاجة، نمنا ربع ساعة وحلمنا في حاجات كثير حلوة مع الناس فيها. لا عجبك في الورشة؟ انه احنا كنا بناخد الكاميرات وبنصور فيها وبنعمل افلام، ويعني اكتر اشي عجبني مهارات في التصوير. شو عملتوا اول يوم لما نزلتوا على التصوير على الشارع؟ على ما نزلنا على الشارع كل واحد فينا اخذ موقع او انه يصور فيه، فاحنا نزلنا تحت وصورنا هيك مناظر حلوه بتوحي بشيء، كل منظر كنا نصوره كان يوحي بشيء، يوحي بشيء. اكيد مش كافي اني اقود مجموعه فيه، لكن لحالي ممكن اني اشتغل مع حالي على قد ما اقدر، انه مش راح اطلع الخبره اللي عندي، مش كافي اني اعلم، بس كافيه لذاتي بس لالي. انا مش حابه اكون صحفيه لاني بخاف من المناظر الحاليه ايام الحرب وشيء زي هيك، بس محبة تخصص 15 يوم فيك تقدر، فيك تعمل فيلم، فيك تعمل فيلم بيومين، فيك تعمل فيلم 15 يوم، فيك تعمل فيلم بشهر، لكن هل الفيلم زي ابو يومين، زي ابو 15 يوم، زي ابو شهر؟ اكيد لا، يعني كل ما كان المدة اطول كل ما بيطلع الانتاج احسن. كيف تعاملت مع برنامج المونتاج؟ والله في الاول كنت متصعب منه على الاخر، بس الحين بعمل لك احلى فيلم. شوف شغلات إيجابية شفتيها هلا أثناء في المشروع. أشياء إيجابية نحن متصورين شكل كثير، والمدربين راح نتعرف على مدربين راح يكونوا فيديو، وفي نهايتها عرفت كيف أمنتج فيلم. شكرا كثير لكم، عن جد ساعدتونا، وعن جد كمان رح نشكركم كلياتكم بدون استثناء، وخصوصا نيتن الراجع رح نشتاق لهم. وعن جد يعني في عندك كثير يعني مدربين ما كنتش بعرفهم، عندك محمد الزعيم وزرار وسامي ونائل والكل، يعني عن جد كلهم رح نشتاق لهم، وعن جد يعني رح نتصرهم إذا ما شفتهم مش بعدين، ويمكن يجوا كمان إن شاء الله. بنتمنى إنه عاد نرجع نشوفهم تاني. بعدين كمان بدي أقول لهم يعطيكم العافية، غلبناكم معنا، خنقناكم كتير، سامحونا. كمان بدي أقول لهم ما تزعلوش منا إذا يوم هيك إحنا خبصنا بالحكي، خبصنا بالشغل، ما تعاملناش مع بعض، وبدي أقول لهم سامحونا ما تزعلوش منا يعني، نضل مع بعض.